تعرضت لظلم جامد جدا من 3 سنين، الحمد لله. وحلمك اللي انت كنت رايح له وبعدت عنه، اي واحد يتعرض للاحباط ده او للتجربه دي لازم يحبط. بص بس انت تحديت الدنيا كلها من 2017، بص قول لي انا كده اقول يعني، لحضرتك، عرف الناس انت مريت بايه كمان. بص اقول لحضرتك على حاجه. هو طبعا هي تجربه صعبه جدا طبعا، ان انت حلمك خلاص فجاه اختفى. بس انا على ربنا عوضني باب، يعني ناس وقفت في ظهري جامد بصراحه، يعني اهلي، والدي، والدتي، الله يخليهم لك، ربنا يخليك، ومراتي الله واختي يخليك. واصحابي كلهم. الناس كلها بصراحه كانت كلهم دافع جامد اوليه. بعد كده ربنا كرمني برضو ان النادي ما تخلاش على النادي الاهلي، ما تخلاش خالص عني خالص، يعني كان دايما في تواصل من خلال اعضاء مجلس الاداره والكابتن ياسر، وطبعا الاتحاد برضو. بس فعلا يعني انا الدعم اللي لقيته من الناس والثقه اللي لقيتها من الناس سواء في الرياضه او بره الرياضه، الثقه دي كانت بصراحه خلتني اللي هو انت، لا انت ما ينفعش، لازم تبقى على الاقل قد الثقه دي ولازم تعمل حاجه كويسه. والحمد لله ربنا قدرني وقدرت ان انا يعني انت توقفت يا احافظ. ايهاب يعني طبعا في موضوع كان فيه ظلم باين في قضيه منشطات انت ليس لك باع ولا ذراع فيها، توقفت 4 سنين وبعد كده استشكلت وتوقفت 3، وكنت خلاص مسافر رايح ريو دي جانيرو، صح تمام، مظبوط ولا انا غلطان؟ بالظبط. وتعرضت لهذا الموقف، يعني يمكن كانوا 3 سنين صعبين عليك قوي يعني. بص على حضرتك، انا حاولت اعرف ايه السبب في الوقف وكده. هم طبعا قالوا ان المشكله عندك كانت في مكملات غذائيه، فخلاص انا عملت كل السبل اللي اقدر اثبت السبل براءتي، القانونية ان انا اثبت براءتي ان انا ما اخدتش حاجه. وانا من خلال ده انا بنصح كل الناس، ما حدش ياخد اي حاجه لما يتاكد منها. لو هي السبب يبقى انا يعني، يبقى يا جماعه لا، ناخد حاجه نبقى عارفين مصدرها، عارفين ايه هي، عارفين ايه نوعها. الشركات المصنعة تبقى بالظبط، مضمونة، حاجات بالظبط، ابروفد. بالظبط. فجي بعدها ربنا كرمني، عملت الاستشكال في 2019، والحمد لله اتقبل واتشال سنه من الوقف بتاعي. كنت الفترة دي بتتمرن يا حاج؟ كنت الفتره دي بتمرن، بس كنت بتمرن بلا هدف. طبعا انت بتتمرن مع نفسك، الاستشكال هيتقبل ولا مش هيتقبل، هتلحق هلحق ولا الاولمبياد مش هلحق. هتلحقها، طب هتقدر تبقى جاهز. انت حضرتك عارف برضو في فتره الوقف ده ما ينفعش تستخدم صحيح. ملاعب الدوله، ما ينفعش تستعمل الحاجات دي موضوع صعب، كلها. موضوع فكان صعب. الموضوع بصراحه صعب جدا 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 بصراحه. لا بس انت ما شاء الله عندك اصرار جامد يعني الحمد بامانه. لله. انا برضو كان عندي ميزه برضو كويسه جدا، ان مدربي اصلا، مدرب الاصل بتاعي اللي هو من اول ما بدات عند النهارده، هو مدرب النادي الاهلي. فدي ما كانتش مشكله بالنسبه لي خالص، انا المدرب بتاعي موجود. فطبعا هو كان داعم ليا، كابتن محمد نجيب برضو. شفته في التقرير اللي فات، في الحلقه اللي فاتت، كان بيدعمك بشكل كبير وقال لك احنا هو حققنا الحلم بالظبط زي والدي. هو يعني كان بيتكلم بحماس جامد. انا علاقتي بكابتن محمد يعني تفوق علاقه اللاعب بمدربه. يعني انا معاه من اول يوم بدات فيه العاب قوه، اتنقلت للنادي الاهلي وانا معاه من اول يوم لعند اخر يوم وانا مع كابتن محمد. طب خلينا